الطول بلساني برتل في حروفها ألف وجداني الخير مبطول آية القرآن ملكوت من نور وسكينة وراحة وقلبي طول. ما ينفعش نكون في المعز لدين الله الفاطمي ونكتفي بالتصوير من فوق، لازم ندخل أجواء الشارع بنفسه. احنا قاعدين ورايا مدرسة الناصر ابن قولون، وهي مدرسة بيرجع عمرها ل 800 سنة، مدرسة علمية ودينية، وبقيت أثر من الآثار الإسلامية التي تميز هذا الشارع. واحنا بنتكلم على الآثار الإسلامية والشهر الفضيل، أعتقد أن الابتهالات جزء من هذا الشهر، ومفيش رمضان حقيقة تلت سنوات الماضية من غير ابتهالات. عشان كده برحب بأحمد نويشي، واحد من المبتهلين الرائعين، وانتوا اللي تحكموا، مش هقدم لكم قبليها ببداية. أحمد كل سنة وانت طيب، وأهلا وسهلا بيك. طيب يا أستاذ معتز، وفرصة سعيدة جدا، وأنا سعيد جدا باللقاء الجميل ده والله. لما بنتكلم على الابتهالات أكيد بنفتكر سيد النقشبندي والناس الجميلة اللي أمتعت آذان المصريين طيلت سنوات وسنوات. شيخ ناصر الدين طوبار وشيخ محمد عمران، دول ناس عظام بنتعلم منهم، هم مدرستنا دلوقتي يعني على سنوات عديدة فعلا يعني. أنت مبتهل دي شغلتك في الحياة بس يا أحمد؟ لا، أنا أساسا محامي، خريج كلية شراء قانون جامعة الأزهر. أعمل في مكتب محاماة، ولكن نميت موهبتي، حبي للإنشاد الديني والتواشيح، وأنا تقدمت الإذاعة المصرية في السنة اللي فاتت، والحمد لله اعتمدت إذاعة وسط دلتا طنطا، وتقدمت زغر كريم، وليا طالبي موجود هناك. بس أحداث الثورة دي غيرت الإيه الوقت. أنت أصلا منين؟ أنا أسام من قرية شبرا النخلة، مركز بلبيس، محافظة الشرقية. أهلا وسهلا بيك. أهلا. وكل أهلينا في الشرقية. أهلا بيك. طيب خلينا بقى، أعتقد الابتهال يجب أي كلام. أكيد أكيد. سمعنا أي حاجة أنت عايز تبدأ بيها معانا النهاردة. جاز حاجة حلوة عن الثورة كده جميلة. طيب نبدأ بالثورة. نبدأ بالثورة. تمام. تقول إيه؟ سل مصر من ذا حباك زعمة، سل مصر من ذا حباك زعامة، لا يستطيع لغى الجحود مكابر، قادت بشبابها العواصم كلها، قادت برجالها المسلحة، قادت بشبابها العواصم كلها، وبهم لكل البغي كانت تقهر. فسلوا النظام كم عاد ذليلا وجراح خزيه بالمهانة تقطر. أعداء مصر أعداء دين محمد وحبيبهم من بالشريعة يأمره. الأرض زينها الشهيد مثلما زان السماء كواكب تتناثر. فاحفظ إلهي مصرنا ساحة، واجعلها دوما للعقيدة والسلام تنشر. الله عليك يا أحمد. الله عليك. اهو الناس كلها معجبه، عشان بس ايه، لما بقول مصر مليئه بالمواهب الرائعه ومليئه، العلبه اللي مقفوله خلاص اتفتحت ومحدش يقدر يقفل علينا العلبه تاني. باذن الله ربنا كريم،
والحمد لله رب العالمين الخير الخير بدا و... الدنيا كانت كل البلد ماشيه بثلاث اسامي في كل حاجه. تعالى المطربين هم 1 2 3 تعالى المنشدين هم 1 2 3 كل حاجه قفلوا العلبه عليهم. ها اكيد اكيد اكيد. ولكن أنا... الدنيا اتغيرت بعد الثوره. الدنيا اتغيرت بعد الثوره. ثورتنا ثوره عظيمه وخصيصا ان مصر مصر حباها الله شرف عظيم ومنحت ايضا شرف نبوي كريم حيث خصها الله سبحانه وتعالى عن غيرها من البلدان حيث قال في كتاب الكريم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين في مواضع عديدة من سور القرآن الكريم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حيث قال استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لي فيهم سهرا ونسبا فيكفينا شرفا أننا منحنا كمصريين وكبلدة مصر شرفين عظيمين كريمين شرف إلهي وشرف نبوي وهذا يكفينا فخرا في هذه الحياة الدنيا. ولكن مش عايزين الفخر يتوقف أن احنا نفخر زي ما طول عمرنا احنا أصحاب الحضارة والفخر نجوده ونكمله. نفخر بالسعي كل نفخر ثانية واحدة نفخر بالسعي بالسعي واستمرار السعي أكيد. والسعي الدؤوب عشان نحافظ على المكانة دي. ان الحكاية بتيجي بالعمل تمام. وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده قال كمان ان لازم يكون العمل جزء اساسي من حياة أكيد. المسلم أكيد. والمؤمن أكيد. ها تمام. لو كل واحد فيك في مصرنا هذه سعى لما يتمناه لكانت الحياة جميلة في مصر. لو ان الفلاح سعى ونمى في ارضه وترك الشعارات وترك المظاهرات وترك الحوارات التي نتهافت عليها اليوم تلو الآخر بدون نتيجة ما كان هذا الحال. لو تغير الحال أيضا لو عمل كل في مجاله. لو سعى الفنان بشتى مجالات فقارئ القرآن أيضا فنان حيث يتنبأ بكتاب الله طبعاً. سبحانه وتعالى ونعم به من فنان أكيد تمام. وأيضا المبتهل والمنشد الديني أيضا فنان حيث ينعم بأن يكون فردا أو قبل ما يكون فرد هو مواطن مصري. أولا البلدان العربية والإسلامية والعالمية يحييها المصريون حقا. فقارئ القرآن يسافر خارج البلاد ليحيي بلدان عديدة خارج القطر المصري وأيضا المنشدين والمبتهلين. تشاركت في الثورة يا أحمد؟ أنا لم تطأ قدماي أرض التحرير. يا سلام على صراحتك يا سلام على صراحتك. لم تطأ قدماي أرض التحرير ولكن شاركت بالثورة بحبي ليها بدعائي حيث أننا أدى مطلب جميل قوي الشيخ حمدي رحمة دون في إدارة أوقاف في قرية شبرا النخلة. أوصى كل من هو إمام في المسجد بأن يصلي بالناس ويدعو في الصلوات الخمس. فكنا ندعو للثورة. كانت الأم تدعي للثورة تدعي للشهداء. فليس كل من وطأت قدماه أرض التحرير شارك في الثورة ولكن من ليس هو فقط من شارك في الثورة. الثورة أكبر من كده بكتير أكبر من كده بكتير. طيب وعلى ذكر الثورة وليالي الثورة وليالي رمضان بدأت بحاجة للثورة تمام. سمعني بقى بتهالات بالشهر الفضيل اللي احنا بننعم بلياليه وبندعي ربنا ان هي ما تخلصي ويزيدنا من نعمها وفضائلها وحسنها. يا رب ويدع المصر أمنا أمانا. أنا بجهز حاليا إن شاء الله لفيديو كليب ديني بإذن الله تعالى بجهزه تحت عنوان حبيبي يا رسول الله. جميل قوي وبيخص برضو شهر نبذة في أحد كوبليهات وبيخص برضو شهر الكريم. سمعنا يا أحمد. حبيبي يا رسول الله أحمد يا ابن عبد الله. حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. خاتم الأنبياء يا مختار يا طه يا خير خلق الله. حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله. يا طه عالكتاب ماشيين وأدينا الفروض خمسة. يا طه عالكتاب ماشيين وأدينا الفروض خمسة. يا رب اجعلنا من الفايزين بجنة خلدك الوسع. وصلينا وزكينا وصمنا الشهر حجينا. وصلينا وزكينا وصمنا الشهر حجينا.
ونشهد لا إله سواك وخاتم الأنبياء المختار حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد يا ابن عبد الله خاتم الأنبياء يا مختار يا طه يا خير خلق الله. الله عليك. أنت من أعمدة شباب الثورة. أعوذ بالله، ما الثورة بتاعت مصر كلها أكيد والله بأمانة، بس أكيد يعني كشاب يعني أنت إحنا بنلتمس فيك شاب، يعني حتى يكفي أولاً إنك تقابلنا وتجيب المواهب، وحضرتك إحنا ما خرج يعني خرجنا المواهب برضو، حضرتك سبب من أسباب ربنا بيسببها إنك تجيب المواهب. سمعنا بقى، سمعنا بقى وسيبك من الكلام ده. حاضر. سمعنا. الله الله هو الله. تأمل يا بني الإنسان، تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات على آثار الذهب السبيق، على قطب الزبرجد شاهدات، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله بأن الله بأن الله ليس له شريك. سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله. شكرا. سبحانه جل جلاله. احمد النويشي اسعدتنا وحلقت بينا في افاق عاليه بصوت رائع ومميز، وان شاء الله بزعم ان في رمضان المقبل هتكون حاجه كبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله. ونبوءه جميله من شاب جميل، شاب اخ كبير نحن نحترمه ونقدره ونقول له شكرا جزيلا على الصفه الجميله دي قوي، وان شاء الله اتمنى انها تكون مره طول الاخرى باذن الله. بحييك من قدام مدرسه علم ودين تاريخيه أكيد. الناصر بن قولون، وشارع كل طوبه فيه بتحمل عبق التاريخ احمد النويشي. شكرا. نورت محطه مصر. ربنا يخليك. ولسه محطه مصر متواصله، ويمكن يكون اللي جاي احلى واحلى.